أشاءت السفر من غدر البشر. تقول حكمة صالح. الله، ده هيبقى حلو قوي عليكي. اه بس انا ما بلبسه قصير، ما بحبوش. شوف حاجه تانية احسن. حلو ده. ممكن اقيسه؟ اتفضلي. نوسه في ايه؟ ماله مالك ده؟ مفيش، ده ولا عبيط كده بس. ما اتصرفت معاه ايه؟ في انت رايح فين؟ انا رايح مشوار كده وبعد كده اعدي على المكتب. طب والمكتب قفلته؟ ما انا بدور عليك يا نوسه من الصبح، وكذا زبون جه ومشي، واعمل ايه طيب؟ يا عم كنت بشتري فستان وجاز، ما هو انا كفرت. طب خلاص انا همشي بقى. طب بقول لك، شقه المنصور محمد سقعها لي. اشمعنى؟ اصل صالح جاي. شلها صالح، واذا ما جاش يا نوسه؟ تفهم من بقك يا اخي، بقول لك جاي ورحمه امي جاي. ماشي يا نوسه، انا ماشي. سلام. ماشي يا نوسه، فقري. كده يا بنتي نوسة، بقالك كتير ما اشتريتيش لنفسك اي حاجة. برضو الواحد لازم يتدلع. وانا اقول روحتي بدري ليه النهارده؟ اتاريكي شكلك كده مظبطه لخروجه. ولا مظبطه ولا حاجه، انا بس كنت ماشيه في الشارع عجبني فستان وقلت اجيبه، يعني ادلع نفسي شويه. دلعي نفسك يا اختي، ما تدلعيش نفسك ليه؟ عارفه يا بنتي يا نوسه، لو لبستيه هتبقي ولا هواني من زمالك. طب ما احنا منهم يا بت، واحنا اقل منهم. طب البسيه بقى وانزلي بيه النهارده. افكر. العب العب، والليله حلوه. العب. ايوه انت كده تمام، كله تمام. Welcome, welcome, welcome. هلا وسهلا. This is Hassan, my husband. أهلا وسهلا. Mr. Alfred.
ويلكم. نلعب بقى. Hassan, I told you like 100 times we are not playing here. We are just working in this country, right? ما ينفعش حسين تخسر. احنا بس ممكن نكسب. تخسر لا. آخر مرة. خلاص. أنا مش هعمل كده تاني. بس بصي أنا مش هينفع دلوقتي أسيبهم عشان خلاص أنا خسرت كتير قوي وحاسس كده إن خلاص الحظ جالي وهكسر الدنيا. أي حاجة هكسب هكسب. حسين I have a Filipino family and I have to send them money. بغض النظر عن اللي انت قلتيه اديني $1000 واتفرجي حسوني هيعمل ايه. ده انا هتشقلب. مفيش دولارات تاني حسين. اسمعي مني انا عندي احساس هكسب هكسب جامد. يلا هما 100 دولار واحده حسين. ليه بنلعب رفه؟ يعني اي حاجه اشوفي كده معاكي هكسب. بقول لك الحظ معايا. ايوه بس حلوين احنا نفتح بال100 دولار دول وربنا هيسال. لا حلوين حلوين. أنا بقيت بكره موضوع القمار ده. وبعدين ما هذا؟ بس معلش يا علي يا علي يا مش عبالي يا حسين يا محسين اتخلوا معانا يا علي يا علي عاملين بطلقية على الطريق. خلاص نخلص خالص. اركب عربيتك يا عم يا عم على عربيتك. اطلع بقى على عربيتك يا شعبان. مش عارفين اركب عربيتك. تعالى يا جو. وقفت خارج الصحراء. هم اللي عاملين لي فيها بلطجيه الطريق. طب ما لهمش يطلعوا في الدوله اساسا. انت كويس؟ اه الحمد لله تمام مفيش حاجه. انا كنت خايف بس على التيشيرت بتاع رونالدو لقيته بس. رونالدو مين يا ابني؟ انت عمرك شفته غير في التلفزيون؟ والله العظيم ما ضيع عليه. هو ده كلهم في اسبانيا. ماشي يا عم كريستيانو. انت جاي منين؟ من بحرين يا دوله. معاك حاجه يالا؟ اي حاجه ايه؟ انت اخويا ومربيني وعارف ما بشيلش حاجه. ماشي. ماشي رايح فين؟ ما هي طالبه خفه دم. عندي تحميله في مصنع اغذيه تعدي عليا. عايزك ضروري. حاضر عدي عليك. يلا سلام. بطل تتخانق مع الاسطوات على الطريق. ما ينفعش كده. والله سوق انت كده كده. يا ابني انت سواقتك ليه بسرعه وتزنيقك عليهم بيسخن الاسطوات عليك. قصدك فرعون انت اللي بتسخنه. يا عم الفرعون قلنا 100 مره السواقه دي فن وذوق واخلاق. ما انا عارف يا دولي ما انت اللي مربينا ومعلمني. معلمك ايه يا روح امك؟ ما تعمليش غلط السواقه. طب ما تسوقش فيها. تعدي عليا في المصنع ضروري. حاضر. ما تخنقش مع الاسطوات. حاضر. سوق بالراحه. حاضر. اه حاضر حاضر. ادب قرود. اخفى من قدامي. حاضر. سوق بالراحه. حاضر يا دولي. حاضر. سلام. السلام عليكم. سايبين الدكان لوحده. ماشي يا سيزيفت. انا اشوف اخرتها معاك.
اتفضلي دول خمس قمصان وبنطلون اللي دي عايزهم بكره الصبح. بكره بالليل ان شاء الله المحل مليان شغل. ماشي يا ست نوسي حد الكل. سلام. سلام. ما لسه بدري يا بيه. الدنيا لسه الصبح يا لوسه وقلت اشرب حجرين. حجرين؟ بقول لك ايه يا سمير بطل عوق، انا مش كل يوم هسيب شغلي واجي اقف مكانك في الدكان. وانا قلت لك تيجي تقف في مكاني في الدكان. انت اللي غاوتك وزي ابوك الله يرحمه. الله يرحمه هو سبب في الوكسه اللي احنا فيها، لولا ما كنتش اتجوزت اختي. هو في زي اختك يا لوسه؟ طبعا يا بيه، هتلاقي فين جوازه زي دي؟ البيت بالدكان. برضه اسكت والتزم الادب. بقول لك ايه يا سمير؟ ما تجيب من الاخر كده وتقول لي في مخك ايه؟ انا لا في مخي ولا في جزمتي يا نوسه، انا مش عارف انت واقفه معايا كده ليه؟ ليه يا شيخ؟ مش عارف يعني ان انت مهمل وبتلعب بديلك؟ ديلي؟ وانتي سايبه لي حاجه اعملها. امال الاخضر ده بيعمل ايه في جيبك؟ بتفتش ورايا يا نوسه؟ يا عم انا لا بفتش ولا بني، بس انا مش هسمح لك تضيع شقايا وشقه ابويا ويتقفل بالشمع الاحمر. بقول لك ايه يا سمير؟ الحكومة موتها وسمها تجار العملة، وانت عامل لي شملول قوي يا بنك الفقر انت. بس لحد كده وخلصت. بص يا نوسة، مفاتيح المخروبة ايه؟ وبعد كده مالكيش عندي حاجة. المركب اللي تودي يا سيدي وربنا يعوض علينا في اللي انت نهبته من مال اليتامى. انا معرفش ايه القرص اللي انت بتقرصهولي ده. ده انا جوز اختك يا نوسة. شلها يا جوز اختي. الحريقة قايمة على ايه المرات؟ بقول لك ايه؟ لو فتحتي بوقك المرة دي لاكون مربياكي من الاول وجديد. جوزك يا اختي خربها وقعد على تلاها. ما تهدي بقى شويه يا نوسه. امال يا اختي لو مش جوز اختك كنت عملت فينا ايه؟ اهو اديني خارج لكم امال اهو انضف من الصيني. ما حدش يسالني في حاجه بعد كده بقى. استنى يا سمير والنبي عشان خاطر. اوعي يا نوجة، اوعي اوعي يا ناس تحقيق. والله ده شطان صدقني. بصي بصي ده العفاريت بتتبطط في وش سيبيني لحد ما اهدى. اوعي يا اوعي يا نوجة. يا سمير والله قلبها ابيض وبتقصد. عاجبك كده يا نوسه؟ يا ريت بقى يا حبيبتي تهدي. قلبها ابيض وما تقصد؟ لا يا اخت اقصد. والله انا عارفه اني طالعه على ايدك. علي مين؟ علي ابو ضيف يا فندم. علي ابو ضيف. مبروك، الف مبروك يا علي. الله يبارك فيك. وان شاء الله تخلص من غير مخالفات. ان شاء الله. روح استلم عربية التوزيع من مدير مخزن الأدوية. هو صح إنه ثقيل دم شوية لكنه الراجل دغري. تفضل. شكرا فندم. العفو. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. ألو. لا النمرة غلط. الله ينعل أبو الطريق اللي يبعدني عنك يا صالح. صباح الخير يا موسى. صباح الخير. أخوك ماهر سكن شقة الدكتور. تعال معايا. معاك. انت بتسمسر من ورايا يالا؟ بتسرقني؟ اشحل لو ما كنتش اختي. يا نوسه وربنا كنت جاي لي. جاي لي؟ طب متشكرين انت يا عم حسن. يا بالهداوه بالهداوه يا نوسه. شيل يا معفن السيجاره، شيل الخواجات يقولوا علينا ايه، شيل. يا نوسه العيله فرنساوي وانا كنت خايف الخواجه كتير. وحياه امك ورحمه ابويا يا ماهر اللي ربيك على اللي انت بتعمله ده. اب يالا بالفلوس اب. اهو يا نوسه. ايه دول يا رحام؟ انا قصدي على الهروهات اللي انت لسه هبشها من الخواج. سيكا ما نشوف اخرتها. قشط. بص بقى يا ضناي، بص البنت الامريكانيه اللي انت مصاحبها فكك منها خالص، قلبي متوغبش منها قوي. انت بتقولي ايه يا نوسه؟ ده اكتر خواجه فهماني من كل اللي انا بعرفه. يا ابني السكه دي بتجيب الخراب. يا نوسه اديني بتعلم لغه بدل ما انا قاعد جنبك كده. لغه يا اخويا تويكس كنت اتعلمتها في المدارس. يا
حلو المكان ها؟ أصلاً يا فندم لسه جديد و... أنت السواق الجديد؟ أيوه صح. اسمك إيه؟ علي، علي يا فندم. علي يا فندم؟ أبوك اسمه فندم، اخلص! اسمك علي إيه؟ علي، علي أبو ضيف. علي أبو ضيف؟ علي أبو ضيف. شكلك مش هتعمر معايا. ليه بس كده يا فندم؟ أصلاً أنا رخم جداً في مواعيد ومليش في الفهلوة، وشكلك كده مالكش في الدغري. يا فندم أنا هو حضرتك الأستاذ صبحي؟ ما بحبش الأسئلة كتير، اللي بيسأل كتير ما بيشتغلش، وأنا موتي وسمي اللي ما يشتغلش. هو أنا يا فندم لسه استلمت شغل عشان سعادتك تقولي كده؟ ما تستعجلش، بكرة تشبع شغل. اجري استلم عربية التوزيع، عينها كويس عشان هتمضي عليها، دي هتبقى عهدة، أي خربوش فيها هتصلحها على حسابك. على فكرة يا فندم أنا سواق شاطر وبعرف أحافظ على عربيتي مظبوط. مع السلامة يا أستاذ شاطر، مع السلامة. جاتكم الهم. الشاطر ايه؟ لو الأيام بتتكلم كانت قالت عملنا ايه؟ يا وردة. وكان الحب قد ايه؟ وراح ازاي؟ وكنا ازاي؟ ودلوقتي بقينا ايه؟ لو الايام بتتكلم قالت عملنا ايه؟ وكان الحب قد ايه؟ حسين ازيك يا حبيبي؟ حبيب اخوك. ازيك يا صالح؟ عامل ايه يا حبيبي؟ اعمل ايه طيب؟ ما التليفون هو اللي بيحبك بيطلبك لوحده. لا الحمد لله انا فل الفل وربنا كرم بزياده، بس انت برضو لو عندك حاجه فايده يعني ابعت لاخوك، ما انت عارفني طماع. اسكت بقى يا صالح، اصل انا في الشغل دلوقتي. الحمد لله والله تمام 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 اخويا، تمام اخويا. والله مستنيين رزق اهو اهو، ربنا بعت. طب اقفل انت، ضحكتك حلوه. ربنا يخلي حضرتك. ده حضرتك ما شفتنيش بقى قبل الجواز، ده كان احمد عز بيتدقى ومنه وبيغير. باين عليك شقي. انا ولا شقي ولا حاجه. ايه راي حضرتك انت منورانا النهارده بقى؟ نبرم شويه في قلب البلد، ولا حضرتك تحب اللعب بقى نروح نلعب بولتين كده؟ نلف شويه. نلف؟ ده احنا هنلف للصبح. اتفضلي يا فندم، اتفضلي. يا اهلا يا اهلا، اتفضلي اتفضلي يا فندم اتفضلي. اهلا وسهلا يا فندم. الوطنيه اللي انت فيها دي. ادي لها السلامه يا استاذ. الله يسلمك يا دولي. اتاخرت ليه؟ اسكت، بعد ما سبتك من هنا كنت هتهرش عليك. ما انا عارف اللي زيك مش هيقبض غير لما يروح في حديد. في ايه يا ابني؟ شويه بتخانق في الصحراء مع زمايلك، شويه عندك مشاكل في الحدود، في ايه يا عم عامر؟ سبحان المولى الخلاق، حرس التبعه والسواق واخوك قدها. ربنا يستر عليك. يا رب. عملت حاجه؟ لا الحمد لله مش شبعان. مش شبعان؟ ولا حلمي؟ هات شوت سند شوت هنا وهات لنا شوت مخامي. هاني على السريع. خد نفس. لا ما يصحش برضه، العفو العفو يعني. العفو. عفو يا ابو عفو. حد عبيط برضه يسيب شغل اخوه وعربيات اخوه وماله وحلاله ويروح يشتغل مع واحد غريب؟ ومين؟ جبر الحرامي المعفن. انا برضه ما شفتش منه حاجه وحشه يا دولي، وبعدين ده شلني فوق دماغه ومسنجفني على الاخر. مش علشانك على فكره. عشانك انت.
مش شايلك ايه بقى؟ والله ما شايلنا حاجه. يعني انت محمل ايه؟ والله العظيم فحم. فحم يا ابو فحم؟ ادي دقن اهي، انما جبر ده سلمك وحبسك او طردك من الشغل. واقسم بالله العلي العظيم لو عرفت انك بتهرب حاجه او بتشيل له حاجه لاقل منك قصاد الاسطوات كلها. ترضاها لاخوك الطويل يعني؟ ترضاها لي؟ مش اخبار عن علي اخوك؟ علي؟ علي ساب الشركه اللي كان شغال فيها خلاص. ساب ايه؟ وما قلتليش ليه يا جدع؟ انا عرفت بالصدفه والله. انت مش عارف ان هو لو رجع للهباب ده ممكن يموت فيها تاني؟ وشغال فين مصيبه؟ شغال في شركه ادويه في الاردن. يعني كامل؟ طب اتصل بيه. حاضر. بس اتصل بيه يا عم. حاضر هتصل بيه اهو. انا كنت هتصل بيه بس مستني اشوف هعمل ايه. اهو اخوك كده على طول بقى، كل ما اتصل بيه جرسه محدش بيرد. انت بقى تحاول معايا تفضل وراك كده لحد ما يرد عليه. انا كده هروح مشوار في السريع وارجع لك. مشوار ايه؟ انت لسه واصل. مصلحه كده هخلص فيها. شوف لنا حاجه كده بقى وابرز كده علشان. حاجه ايه؟ عيديه. بمناسبه ايه يعني؟ عيد ايه ده؟ العيد القومي للسواقين. امسك يا عم. كويسه دي؟ حلوه دي قوي قوي قوي. طب اقعد لما تاكل لقمه. حبيبي يا دجل. طب كل لقمه. خلاص بقى لما ارجع. خليهم يلفوهم لي. شركة أدوية إيه دي؟ هتعملي لي فيها زعلانة وتلوي لي جوزك؟ يا بت يا بت سمير بيغلط في الحساب، بيسرقنا وما دفعش الضرايب لغاية دلوقتي. أنا اللي قلت له ما يدفعش يا نوس، كنا مزنوقين وصرفناه وقلت له يدفعها بعدين. وكنتوا مزنوقين بقى في إيه إن شاء الله؟ سمير كان عيان. والمحروس عيان بايه؟ كان عيان وخف يا نوسه. اوعي ايه؟ والنبي يا اختي انت اللي عيانه. انا معرفش انت بتكرهيه كده ليه يا نوسه؟ مش عارفه ليه شايفاه عفريت؟ مع انه والله يا شيخه بيحبك اكتر من اخوك اللي قاعد على القهوه يعاكس في الزباين رايح جاي ده. بقول لك ايه؟ طلعي اخوكي من الموضوع. انا مش عارفه سمير ده عامل لك ايه؟ ده لو سحر لك ما تبقيش كده. يا اختي الراجل اللي يخلي مراته تحبه يبقى راجل وسيد الرجالة كمان. مش أحسن من الرجالة اللي بتطلق نسوانها من غير سبب؟ أه ده أنت بتلاقيها عليا بقى يا نور. ما أقصدش يا نور. لا يا أختي تقصدي، بس أنت عارفة كويس أوي أنا طلقت بمزاجي، ولو عايزة أتجوز أتجوز برضه بمزاجي. ماشي يا نوس، بس أنا بقى سمير جوزي اللي مش عاجبك ده جزمته فوق رقبتي. حق وحق، بس مش بفلوسنا. بقول لك إيه، سمير بتاعك ده لازم يعرف إنه شغال هنا مش صاحب دكان، ويبطل شغل العوق بتاعه والعمله اللي بيتاجر فيه. احنا في حالنا وما صدقنا ان احنا نتستر. ليه يا حبيبتي في حالنا؟ ما احنا زي الفل اهو، عايشين في احسن حته وبناكل احسن اكل، مالنا يعني؟ الحته دي مش حتتنا يا نوجة مدفوق، مش كل الناس تعرفنا هنا. ايوه بس احنا مش في غربه. لا في غربه يا نوجة، لما نعزل من حتتنا ونيجي حته الناس ما تعرفناش فيها نبقى في غربه. بصي يا بنت الحلال، لو المحل ده اتشمع احنا مش هنلاقي ناكل. انا ساكته عشان خاطرك وعشان خاطر العيال، بس واضح كده ان انت اللي مش فاهمه. بصي يا نوجة، لو عايزانا نفضل اخوات بصحيح خلي بالك من جوزك شويه. مش هخلي بالي برضه يا نوسه. بحب اهلا يا فرعون. مساء الفل يا باشا. مساء السعادة. الأمانة. الله عليك يا فرعون. أصل أصل يا فرعون أصل. تأمرش بأي حاجة تانية؟ استنى استنى. اتفضل يا سيدي. 200 دولار دول مالهمش دعوة خالص بحسابات جبر. حبيبي يا باشا. سلام. لا لا استنى كمان. وهذا كمان يا سيدي عشان المزاجات. أنا أحب الناس اللي تخاف على مزاج زباينها دول. حبيبي حبيبي سلامة يا فرعون.
كله تمام؟ تمام يا سعادة الباشا. يلا مع السلامة. الله يسلمك. السلام. يا دولي. نعم. ايه مش هتبيت؟ صد رد كده. انت يا ابني مش هتخاف من الباب اللي بتشربه ده. الطريق ملوش امان والطرم ملهاش كبير. فرعون الطريق ملوش بزيد. اختك بتسلم عليك وعايز اشوفك. لو علي اخوك كلمك قول له صالح بيكلمك 100 مره خليه يرد عليا. بالسلام. بقول لك ايه بس يا دولي هنا؟ البنت ما غلطتش برضه، دي اتجوزت. دي اختنا يا دولي. بقول لك ايه؟ احنا متجوزين ومن حقي اقعد اتكلم معاهم. ابو سلمان ورفاق اول ما اصحى معايا ماشي ماشي بسرعه الدايره يلا مين؟ مين؟ افتحي يا هند نكسر الباب. هو فين؟ محدش هنا غيري. قربتيه؟ قربتيه عيلة الأصل؟ أنا مش عيلة الأصل يا صالح. هما اللي اتجوز من ورا إخواتها وتتجوز واحد خواجة، يتقال عليها إيه؟ عيب يا صالح، ما ينفعش تكلم أختك كده. أنت خليتيها فيا يا أم والأخ، أنت خليتيها خل. راحت تتجوز لها واحد يهودي وزعلانة ودول لأختك. إيه بيشرب خمرة كمان وبيلعب قمار؟ سلمان مسلم زيه زيك بالظبط. بأمرت إيه؟ قولي لي بأمرت إيه؟ بأمرت إن إحنا اتجوزنا في الأصل. ما رحناش اتجوزنا في السجل المدني ولا في الشهر العقاري. انت بترد عليا يا كمان؟ كان برضه لازم تستني شويه يا هند على ما اخواتك يرجعوا. انت اللي بتقول كده؟ وانت عارف ان انتوا بتنزلوا مصر تصيحوا في اخر الاجازه تسلموا عليا وتسيبوا لي فلوس. بتقول لك بتصيح؟ بس 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 قوم يا بت، من ساعه ايه؟ انت اتهبلتي؟ لا ما اتهبلتش. انا اتجوزت زيك يا حسين. ولا هيعرف البنيه احسن من اسبانيا؟ براحتي. انت اتهبلت في دماغك؟ ما تمدش ايدك على اختك طول ما انا عايش يا اخي. ما انت شايفها صالح بتقول ايه؟ ما بتلوش فينا واحد ورا التاني، مش عاجبها غير الخواجه بتاعها. خلاص يا عم، مش عايز تسمع نفس تاني. قومي. اسمعني كويس يا هند. لو عايزه تفضلي معانا وسطينا صدك من الموضوع ده. طلقي من الراجل ده وكل واحد يروح لحاله. عشان خاطري. أنا مش هسيب سلمان حتى لو قتلتوني يا صالح. يبقى أنت بتدعى نفسك كده يا هند. عامل. إحنا هنمشي يا هند. لما تعرفي إن الله حق هتعرفي إزاي تلاقيه. يلا بينا. يلا حسين.